خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الأوقاف والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حرمة الدول مثل حرمة البيوت، لا تدخل إلا بإذن أهلها وليس من خلال جماعات التهريب والعصابات. من جانبها أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة تخاطب الشباب في كافة المحافظات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية. مراكب النجاة مبادرة رئاسية تحث الشباب على التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية وإعطاء الأمل لهم من خلال خلق الفرص البديلة. ومن منطلق ذلك يأتي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. بموجبها تنطلق الأوقاف من خلال الأئمة والدعاة في المساجد في توعية الشباب. ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى بما وفرت من فرص عمل بالطبع حدت من قضية الهجرة غير الشرعية. اللي بنحذر منه الشباب انك ممكن تنصب عليه بعض جماعات التطرف وبعض سماسات التطرف على انه سيذهب الى فرص عمل وفي الواقع تزج به لعصابات القتل وميليشيات القتل والدمار فيدخل بحيث لا يستطيع ان يخرج من هذه الامور. التحذير من خطر الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية من خلال الهجرة غير الشرعية وعدم الانصياق لما يقال لهم من تجار البشر فيما يتعلق بمحاولة الدخول إلى دول أخرى دون الحصول على إذنها، أبرز ما أكدت عليه وزيرة الهجرة أثناء توقيع البروتوكول. هذا البروتوكول اللي بيتم توقيعه النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هو استمرار لهذا التعاون والتنسيق خاصة مع أي مستجدات على هذه القضية. تعاون وزارة الهجرة في هذه المبادرة الرئاسية بتبقى مع الكثير من الوزارات لأن احنا بنتكلم عن توعية، بنتكلم عن فرص بديلة، بنتكلم عن تأهيل وتدريب، بنتكلم عن الأمل، عشان كده سيادة الرئيس سمى هذه المبادرة مراكب النجاة. وأخيرا بالنظر إلى ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب خاصة، نجد الشروع من الدولة في مختلف الاتجاهات للقضاء على تلك الظاهرة. من مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وليد هيكل، النيل.